أهلا وسهلا إلى قناة دكتور محمد أفضل. معك دكتور محمد أفضل من الهند. اليوم أقدم لكم قصة رائعة، هي قصة من البكاء إلى الابتسامة، ومن الكئيبة إلى الفرح والسرور، وهي قصة لحاجية إرا بدل من كردستان العراق. إن حجية إرا بدل تبكي بكاء شديدا حينما تشوف النسوان الأخرى في أعمارها ترقصون وتمشون وتركزون بدون أي مساعدة. إن الحجية لا تقدر تمشي إلا دقيقتين، فحينما لا تتحمل الحجية آلام شديدة، فاتصل ابنه دلشاد كرات وأرسلني التقارير الطبية القديمة، فراجعت عدة الدكاترة، كلهم قالوا إن الحجية تحتاج تبديل المفصل للركبتين، فأنا أعطيت كل الأوراق الضرورية للحصول على الفيزا، فجاءوا إلى الهند فاستقبلنا على المطار وصبينا العملية الجراحية لتبديل المفصلين بنجاح تام. قبل العملية إن الحجية لا تقدر تمشي إلا دقيقتين، ولكن بعد العملية هي تركز تمشي. السلام عليكم. هاي أمي كانت تشتكي من ألم من الركبة صار لها 5 سنين، وما كنت دكتور بالعراق ما أخذنا، كل أي دكتور نروحه ينطي إبرة أو مسكن، وهاي خلال 5 سنوات أمي ما كان تقدر تمشي 10 خطوات، ولازم يعني ما تمشي صالح 5 سنوات ما طالع من البيت، وشوف هسه وزنه صار زايد على مود ما تمشي. والحمد لله والشكر أنا خابرت أخوي محمد مترجم بالهند يشتغل بالمستشفى، وخابرني وأنا دزيت التقارير، قال بس دزيت التقارير وأنا أشوفها، أنا دزيت التقارير فقال أمك محتاج عملية تبدل المفصلين. فالحمد لله الشكر أنا صار 10 أيام أنا مسوي عملية، وأمي هسه تمشي وتصعد بالدرج وبدون أي مشكلة، والحمد لله والشكر. Today we are going to discuss about a lady. She's a lady 60 years old from Iraq. She came here with a difficulty in walking, pain in the knees and deformity, and this has all been going on for like 5 years. So after all her evaluation and management of her medical conditions like diabetes and blood pressure, she was taken up for the surgery, and today it is 10th day post operatively. She's doing very well, she is touch independent and has been rid of all her pain. شكرا الدكاترة كلها، والحمد لله والشكر، هي خلصت العملية وهسه احنا ان شاء الله راح نرجع العراق، وهي تمشي مثل البنية كواحد عمره 30 سنة. شكرا جزيلا. نحن دائما نحاول أن نوفر لكم الخدمات الطبية الممتازة، لذلك نبذل أقصى مجهوداتنا لتوفير لكم المعلومات الصحيحة من عدة دكاترة، لأن بعض المستشفيات أحسن للفقرات والثاني واحد أحسن للقلب أو أمراض الخبيثة، لذلك نسأل لكم بعض الأسئلة حول صحتكم، وبعد ذلك نراجع إلى أحسن أطباء وأحسن مستشفيات حتى ترجع الابتسامة إلى وجوهكم. إذا أعجبت هذا الفيديو فأرجوك أن تصب الإعجاب والاشتراك واللايكات وتتابع على إنستغرام. مع السلامة.